عفوا مصطفى من الصغيرة وياكم. مصطفى من الصغيرة وياكم. حياك الله يا مصطفى من الصغيرة. نعم تفضل. لا بعيني احنا الموضوع مال التعيينات على وزارة الكهرباء يعني في فساد مو طبيعي. نعم شلون احكي لنا انت طلعت عينك على الكهرباء؟ لا والله ما طلعت عيني. طيب 65 ورقة. 65 ورقة. اي حتى يعني تتعين. زين. هسه يعني رادوا هسه هذا ماكو هاي الاوضاع بالعراق. نعم. المافيات بيد المافيات. نعم. وتعرف يعني اكو عالم تعرف المواضيع شنو ما كذي 65 55 ورقه مال الزبيدية ومال الزعفرانية. طيب مصطفى أي. عندي لك سؤال، انت دا تقول رادوا انه تتعين او انت بالاحرى ردت انه تتعين على الكهرباء وطلبوا من عندك مبلغ 65 ورقه، هل الشخص اللي طلب من عندك هذا المبلغ هو يعني من كوادر الوزاره عنده منصب بالوزاره لو هو يعني حلقه وصل او سمسار مثل ما يقولون؟ سمسار واكو ولد يعني هو قريب على وزاره الكهرباء. يعني هو طرف راح ياخذ منك الفلوس وياخذ منك المعامله وبعدين يروح للشخص اللي بالوزاره حتى يكمل لك الاجراءات وهم يتقاسمون ال 65 ورقه بيناتهم، مو هالشكل؟ مضبوط. تمام. هو يعني حتى يعني هو بالحمايه مال مستشار. يا مستشار. بالكهرباء. مستشار وزاره الكهرباء؟ ايه. انت يعني مصطفى سؤال جواب. احنا اليوم دا نحكي بهذا الملف ودا نحكي بقضيه جدا خطيره، اوكي؟ اللي دا تطرحها انت اليوم يعني يا اما يكون مستند على حقائق وادله واثباتات او من الاساس ما يصير نحكي بهاي الامور، ليش؟ لانه هذا بي توجيه اتهام مباشر لشخص بعينه وبمنصبه وبنفس الوقت ممكن يكون هذا قطع للارزاق. تمام؟ انت قلت الشخص اللي طالب منك المبلغ بحماية صح. مستشار صحيحة. وزارة الكهرباء؟ نعم ست العزيزة صحيحة وبعض اللي تعينه وجوز يسمعون قصتي واهل الصويرة يعرفون اللي منو يعين بالزبيدية واللي يعرفون من يعين مال الزعفرانية ومو كل العراق يعرف هسه وكلهم هسه يقدرون يتصلون على هذا برنامجك على هذا المنبر مالتكم الشريف ويقولون بان منو هذا الولد. زين اوكي سؤال جواب. انت تقدر تبعث لنا اسمه والتفاصيل برساله على صفحتنا بالفيسبوك لو انت خايف انه تحكي بالتفاصيل؟ لا ما خايف انا اذا تريدون اواجهكم وجه وجه ويا شنو يعني. طيب هو احنا هسه مثل ما تشوفين ماكو يعني هسه العراق لا ارجع لي ورا رجع 40 سنة. نعم إن شاء الله بهمة الشباب اللي مثلك يا مصطفى اللي حريصين على بلدهم واللي ما يقبلون أنه بياخذون حق غيرهم لأنه ممكن أنت اليوم راح تدفع هاي ال 65 ورقة بس غيرك يعني بجهده راح يحصل على هذا التعيين وأنت جاي بفلوسك راح تشتري التعيين، بالعكس يعني أنت فكرت بها الطريقة منطقية وما قطعت رزق أحد غيرك، أني أدعوك أنه تبعث لنا رسالة خاصة عبر صفحتنا على الفيسبوك وأني يعني بس أرجو من كل الأخوة المتابعين والمتصلين يعني أتمنى أولا ننقل الحقيقة مثل ما هي ونحكي ونسمي الأمور بمسمياتها. ماكو داعي أنا اليوم يمكن أنتم تعرفون يعني لا يخفى على أحد أنه العراق صار عبارة عن تصفية للحسابات حتى في ملف التعيينات، يعني أنا أسقط فلان وفلان يسقطني، يعني هاي الأمور مو غريبة على أحد، موجودة في مجتمعنا. والأمر الثاني أتمنى من حضراتكم يعني أنه ما نبالغ